كويس كويس. انا مشيت على الهوا باين. مش عارف. المهم ودلوقتي جمعنا مع تحديات في نمط المرآة. عاملين يا جماعة الاخبار؟ طريق النهاردة الدرب الطائر نمط المرآة، بدخل في 210 ثواني، وليام بدخل 213 ثانية ونص. هحاول بقى ايه اهزمه بوضع المرآة. يلا بينا. اوه شكله غريب قوي. هوبا كده. الطريق شكله غريب جدا يا جدعان. ايه ده؟ ماشي انا خليني وراه ده. ايوه السرعه كده. لا انا جالي حوالين والله. ولا كده. لا صعب صعب. نحاول تاني. صعب تحدد انت هتمشي منين. صعب. ايه ده؟ ايه ده؟ ماشي. ماشي. اوه كده. ولا فين بقى الطريق؟ حلو. اوعى اوعى اوعى. لا يلخبط يلخبط. كويس بدأت احفظ الطريق اهو. الموضوع صعب جدا وممتع جدا وكل حاجه يا جدعان. وليه الحته دي بايظه معايا شويه؟ ايوه بس كده مش عايز حاجه تاني. الحته اللي هو مسويني بيها دي مش هتفرق معايا كتير. ولا يا سلام. حلو. ولي استنى ياض. لا دقيقتين 14 ثانية و70. ده ممتاز جدا جدا جدا. تعالوا نحاول تاني بقى نهزم بقى وليام. انا كده ايه حفظت الطريق. نهزم وليام بقى. كويس. يلا بقى شد بقى. مش عايز اشوف ويليام ده خالص. ماشي. ماشي. ايوه هو ده التظبيط المظبوط. كويس كويس. انا مشيت على الهوا باين. مش عارف. المهم يا ابن المحظوظه. كويس كويس كويس.
لا ابن المحظوظة. يا سلام يا سلام، حلو قوي. ماشي لغبط. يا سلام ولا لا هوبا يلا بينا. كويس ماشي الحته اللي في الاول دي لو اظبطها هفرق عنه حلو قوي، لكن هي في الوضع المعكوس مش مظبوطه معايا قوي الصراحه، اللي هي الحته اللي في الاول من غير تربو دي. ماشي ولي ماشي كويس. يا سلام يا جدعان، انا حاسس ان انا نسيت العادية، انا بقيت متعود على المعكوس كده. ايوه خلاص في الاخر، وفي الاخر في الاخر اخر حتة اخر حتة. نهزم ويليام نهزم ويليام. اوه هزمت ويليام في الدرب الطائر بالوضع المعكوس كمان يعني. لا يا جدعان بقى يا لا 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 اوه لا لا، كان صعب قوي النهارده بس الحمد لله عدى معايا. اوه كده يكون خلص فيديو النهارده، واستنوا فيديو جديد ويلا سلام.